رجعنا لكم في كلام دكاترة. من الأشياء اللي ما أنساها لما درست الطب في الكلية الملكية الجراحية في دبلن أيرلندا، كان عندنا بروفيسور سوداني، ولما كان قاعد يعطينا عن الفرق بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية قال لنا جملة بسيطة لكنها جملة يعني قيمة وتختصر يمكن العديد من المعلومات العلمية. قال إن حليب الأم بالنسبة للطفل نفس الذهب. طبعا يعني هذه العبارة البسيطة تجمع الفوائد العلمية المثبتة الكثيرة لحليب الأم والرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل. لا ننكر أن الشركات التجارية في السنوات الأخيرة أنتجت يعني حليب صناعي ذو قيمة عالية وتقريبا بالأرقام مشابه لحليب الأم، لكن اليوم يمكن راح نفصل بالرضاعة الطبيعية وراح نتكلم عن الفوائد اللي يعطيها الحليب الطبيعي للطفل، وهذه الفوائد عظيمة جدا. خلنا نبدأ بفوائد لا يعطيها الحليب الصناعي للطفل. أول هذه الفوائد هي الخلايا المناعية. أفضل حليب صناعي الآن لا يوفر أي خلايا مناعية للطفل، والحليب الطبيعي يعطي العديد والعديد من الخلايا المناعية التي تنتقل إلى جسم الطفل وخاصة المولود حديثا فتقوي جهاز مناعته. والدراسات تشير إلى أن الأطفال الذين يرضعون الرضاعة الطبيعية تقل عندهم نسبة الإصابة بالالتهابات المعوية، بالتهابات الإذن المتكررة، بدخول المستشفى، وحتى لاحقا في مراحل عمرية تقل عندهم نسبة الإصابة بالأمراض المناعية نفس الربو وما شابه. ولا زلت أذكر في نفس هذه الحصة لما تم عرض القيم الغذائية لحليب الأم الطبيعي والحليب الصناعي، كانت هناك ملاحظة يعني وايد واضحة. حليب الأم عالي بالبروتين والدهون والفيتامينات لكنه منخفض جدا بنسبة الحديد، فكان السؤال البديهي ليش حليب الأم منخفض في نسبة الحديد؟ طبعا يبدو للوهلة الأولى أن محتوى الحديد المنخفض هو نقطة ضعف في حليب الأم، لكن الحقيقة التفسير العلمي لذلك أن الحديد المنخفض يعني أكسجين منخفض، يعني فرصة أقل للبكتيريا اللي تحب الأكسجين وأهمها الإيكولاي والستاف أوريس والسالمونيلا لكي تنمو. فتقريبا 5 أشهر هذه راحة للطفل من هذه الالتهابات البكتيرية المزعجة التي ممكن أن تنشأ. والشيء الغريب أو الإعجاز العجيب هو أن الطفل يولد ومعه مخزون من الحديد يكفيه إلى 6 أشهر. 6 أشهر تقريبا حتى مع الرضاعة الطبيعية مع الشهر 5 نقول حق الأمهات دخلوا الأكل اللي فيه حديد على إلى أطفالكم. فوائد حليب الأم الطبيعي للطفل لا يقتصر فقط على الطفل، وإنما فوائده أيضا مثبتة للأم. فالأم التي ترضع يتم حرق العديد والعديد من السعرات الحرارية، وهذا شيء مهم جدا بعد عملية الولادة واللي يكون هناك في بعض الوزن الزائد في جسم الأم، فهذا الحرق العالي للسعرات الحرارية ممكن يساعدها في عملية رجوع الجسم عندها إلى الحالة المثلى بالتخلص من هذه الدهون الزائدة اللي ممكن تكون موجودة. أيضا دراسات تقول أن الأمهات اللي رضعون طبيعي تقل عندهم لاحقا خطر الإصابة بسرطان الصدر وسرطان الرحم. فلا تحرموا الطفل من هذا الحليب. اللي أرد على جملة البروفيسور السوداني مستر عزيز باسمه على فكرة، أن حليب الأم بالنسبة للطفل نفس الذهب. طبعا نقول لمن استطاع، لأن هناك بعض الأمهات وخاصة في الأيام الأولى من الولادة سواء كانت عملية قيصرية متعبة أو عندهم بعض المشاكل الصحية فهؤلاء معذورات، لكن عدا ذلك ندعو الجميع وخاصة الأمهات اتخاذ قرار عملية الرضاعة الطبيعية. والأطباء والطبيبات وحتى الممرضات وفي كل المستشفيات بها يعني مختصين
يساعدون الأمهات في كيفية الرضاعة الطبيعية خاصة أول أيام وبعض المهارات اللي تحتاجها الأم في عملية الرضاعة الطبيعية. ونتمنى حلقتنا اليوم راح تشجع أمهات المستقبل على انتهاج الرضاعة الطبيعية لأطفالهم. خلكم معانا، حلقتنا اليوم إن شاء الله وايد راح تفيدكم وايد راح تستمتعون فيها، وهي خاصة بالرضاعة الطبيعية. إرشاد الأمهات بأمور تهمهم قبل استقبال الطفل الجديد من الأمور الضرورية اللي لازم يثقفون أنفسهم فيها، وخصوصاً بموضوع الرضاعة الطبيعية. اليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع المهم مع زميلتي الدكتورة نور النيباري. حياك الله يا دكتورة. الله يحييك دكتورة. في البداية لو نسأل سؤال مهم، شنو أهمية الرضاعة الطبيعية لجانب الأم وجانب الطفل؟ جانب الأم مهم كثر ما هو مهم للطفل، وفي وايد أمهات يغفلون عن هذا الموضوع. خاصة أن سالفة الرضاعة الطبيعية يعني يمكن بجيل الستينات أو السبعينات لما طلع الحليب الصناعي، تقدر تقول أن اليدات أو الأمهات قاموا يشجعون المرضعات أنهم يوقفون رضاعة طبيعية، لأن في شيء أسهل اللي هو الحليب الصناعي. الحليب فيه أشياء وايد مفيدة حق الطفل. من أول المواد اللي تفرز في الحليب هي مادة اللبأ. مادة اللبأ هي مادة صفراء، إنزين تنفرز في أول الأيام بعد الولادة. هذه عبارة عن أنتيبيوتيك تقدر تقول، يعني مضاد حيوي طبيعي في كل الأشياء اللي يحتاجها الطفل. مو شرط يكون الحليب لونه أبيض عشان أنه يكون مفيد، لا، هذا الحليب هو لونه أصفر وفي مواد مركزة تحمي الطفل من الكثير من الأمراض، وخاصة التصاق الطفل على صدر الأم هذا مفيد بحد ذاته، لأن في شيء لا ننسى أن في عندنا بصمة جرثومية على الجسم. شلون البصمة الجرثومية؟ أوريدي الولادة الطبيعية، البصمة الجرثومية اللي مع الولادة الطبيعية مفيدة، والرضاعة الطبيعية مفيدة، لأن الجراثيم النافعة اللي موجودة على جسم الأم أكيد راح تكون على جسم الطفل. زين دكتورة، تكلمنا عن فوائد للأم، للطفل شنو؟ فوائده للطفل كثيرة. احنا ذكرنا انه هو في يعني مضاد حيوي طبيعي وانه هو مفيد حق البصمة الجرثومية للطفل، لكن بنفس الوقت في شيء مزعج يصير مع المواليد اللي هو المغص. صح. البيبي يبكي، نسميه كوليكي تشايلد، فيصير منزعج من بطنه، ويعني الأم تنزعجهم أكثر منه يمكن، لأنها كل شوية لازم تشوف ليش هذا يبكي، وممكن تسوي له مساج ببطنه، تدهنه بزيت زيتون، في بعض الأمهات يسوون كذي، يعطونه ماي غريب، فوايد أشياء يسوونها الأمهات لما يعطون حليب صناعي. صحيح. صح؟ صح. زين هذا مزعج ولا مو مزعج؟ شيء مزعج، حيل مزعج. وأصلاً بصراحة. أصلاً يعني المغص اللي يحوش الطفل ممكن يحوشه إمساك، وممكن يكون الخروج أو البراز عند الطفل هنا يكون أثقل وايد من اللي ترضع حليب طبيعي. فأنتوا راح تدشون بمتاهة ثانية مع الحليب الصناعي، ومتاهة مزعجة جداً. لكن إذا رضع الطبيعي طبعاً هذه المشاكل تكون وايد أقل، أصلاً حتى الخروج يكون لونه مختلف، يكون وسهل لونه أصلاً. وأسهل على الطفل. والبيبي مرتاح. فوائد للأم وللطفل. بالضبط. سبب تخوف الأمهات والجدات من الرضاعة الطبيعية، أنا ودي أعرف ليش. هو في أسباب كثيرة ومعتقدات خاطئة تكونت، يعني ولما نزل الحليب الصناعي كانت في إعلانات كثيرة عنه، وأحد يعني الأشياء اللي خلت الأمهات أنهم يبتعدون، وهم عبالهم أنه يخرب الشكل الجمالي للثدي، وهذه نظرية خاطئة أصلاً، لأن ما يسبب أي ترهلات، ما يسبب أي مشاكل في الثدي، بالعكس
يمكن حتى يكون يحافظ على شكل الثدي بشكل أفضل من الأم ترضع رضاعة صناعية. فمعناته أنه هو وايد مفيد، وهذه معتقدات خاطئة. أحد المعتقدات الخاطئة كذلك أن الحليب هذا ما يشبع الطفل. أيوة ولا إيه؟ لا 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 دكتورة، في شغلة بعد، شنو؟ أنه ما عندي حليب كافي للطفل أنه يشبع من الحليب، يعني أو إيه؟ ما يطلع معاي بكمية. أي هذه من الأشياء اللي وايد يقولونها الحريم، ونسمعها إحنا خاصة هم في عيادة طب العائلة. فإحنا شنو نسوي؟ نشجع هالنساء أنهم أول شيء يبحثون عن السبب، هل هو فعلا شيء مشكلة حقيقية. فعندنا أصلا في ضمان بعد مرشدة الرضاعة الطبيعية دكتورة نيفين. دكتورة نيفين هي ممتازة جدا ومتخصصة في هالموضوع، هي طبيبة عائلة معنا. فدكتورة نيفين شو تسوي؟ تشجع الأمهات تعرف سبب ان هل فعلا في مشكله حقيقيه، او ان الام تحس انها مو ما تبي كثر ما هي تعتقد انه ما يشبع. صح. احنا لا نلوم الامهات وايد، احس ان هي شيء لازم يفهمونه ان الرضاعه الطبيعيه لها اشياء معينه او مواصفات معينه تساعدنا على معرفه ان الطفل قاعد يرضع بكميه كافيه ولا لا. وأحد هذه الأشياء هي خروج طبيعي، إن الطفل قاعد يخرج بشكل طبيعي، معناته هو قاعد يشرب حليب وكافي له أصلاً. وكافي له. ايه. صحيح. فأهمية الإرشاد وين تكون؟ سؤال وايد وايد حلو دكتور نور. أنا أقول لك إرشاد هذا يحتاج أول شيء إن إحنا نبحث عن الأسباب. صحيح. أهم شيء أنا عندي كطبيبة عائلة أو حتى دكتورة نيفين أكيد راح تسأل شنو الأشياء اللي أنت متخوفة منها بالرضاعة الطبيعية. راح نفهم الأفكار أول شيء، نفهم ترتيب الأفكار، نعالج كل مشكلة بحد ذاتها. فلما إحنا نشرح صح وبدون إقناع، إحنا مو بالعيادة عشان نقنع، إحنا هني عشان إن إحنا نرتب الأفكار معها. أو كل نقطة عندك إيه؟ عندي لها رد، وإني أفندها لك برأي علمي وتفسيرك. وحتى دكتور نور يعني هو مو كذي كثر ما إحنا نحاول نوصل حق مشاعر المريضة. الأمهات محتاجين تشجيع، بس بنفس الوقت محتاجين ان احنا كدكاترة ان احنا نتفهم. وممكن في شغلات دكتورة يعني اذا الواحد يبي يروح او المرأة ان تبي تروح تثقف نفسها، ممكن تراجع عندك، ممكن تقول لك انا ما اقدر ارضع رضاعة طبيعية وانا رايح السوق او انا بالسيارة او مكان، يعني هذا جانب ثاني يساعد الامهات انهم يعني يبدرون بالرضاعة الطبيعية. وهذا جانب حلو أنا أشوفه، وجانب حلو عندنا في مراكز ضمان الرعاية الصحية الأولية مجهزين غرف حق الرضاعة الطبيعية. فيعني الأم لما تروح المركز راح تحس براحة، عندنا مرشدة رضاعة طبيعية تساعدها. غير كذي إن طبيبة العائلة هني شنو دورها؟ إن خلينا نقول إن المرضعة عندها أمراض مزمنة. صح. يعني أو أمراض كانت معها بالحمل وتبي تتأكد إنها موجودة ولا لا، ولا استمرت معها، وشنو الأدوية المناسبة حق الرضاعة الطبيعية. فهني إحنا هم نناقشها ونشوف، لأن مو كل دواء ممكن يصلح حق المرضعة. وهم هني نصيحة حق المرضعات، يعني ممكن طبيبة العائلة يمكن أو طبيب العائلة ما يسأل هالسؤال، فأنتوا بادروا أن أنتوا تقولون ترى دكتورة أنا أرضع. صح. دكتور أنا أرضع. ليش؟ عشان الدكتور لما يعطيك وصفة معينة تكون مناسبة لك. صحيح. فيعني حتى المرضعات لازم يكونوا منتبهين حق هذا الشيء. والتقرير اللي أنتم مجهزينه بشركة ضمان، تعالوا خلينا نشوفه. أسبوع الرضاعة الطبيعية في 2021 هو تحت شعار حماية الرضاعة الطبيعية مسؤولية مشتركة. وعشان كذي إحنا في ضمان من مسؤوليتنا إن إحنا نوفر خدمة لراحتكم. إحنا موفرين غرفة الرضاعة الطبيعية في مركز حولي للرعاية الصحية الأولية، وهذا حسب المعايير العالمية لسلامتكم وراحتكم. وعندنا استشارية الرضاعة الطبيعية دكتورة نيفين دائما تشجع السيدات على الرضاعة الطبيعية، لأن لها فوائد للطفل وكذلك للمرأة. والحين احنا بنكلم دكتورة نيفين ونشوف شنو مستقبل الرضاعة الطبيعية في ضمان.
دكتورة نيفين، أبيك تقولي لي شنو مستقبل الرضاعة الطبيعية في مراكز ضمان؟ إحنا بدأنا بغرفة الرضاعة الطبيعية في مركز حولي، وإن شاء الله في المستقبل حنكون عيادات صديقة للطفل فيما يخص الرضاعة الطبيعية. مستقبل الرضاعة الطبيعية في مراكز ضمان الرعاية الصحية الأولية راح يكون مراكز صحية صديقة للطفل مشجعة للرضاعة الطبيعية، وراح يكون في المستقبل كذلك عيادات متوفرة لاستشارات الرضاعة الطبيعية مع استشاريين لهذا الغرض. مشكورين يا شركة مستشفيات ضمان على هذه الخدمات اللي تقدمونها. خلوكم معنا، تابعونا بعد الفاصل. الرضاعة الطبيعية فوائد وايد، مو بس للطفل أيضا للأم. وبما أن إحنا بالعلاج الطبيعي تخصص صحة المرأة لنا دور كبير في التأهيل ما بعد الولادة، اليوم بنتكلم عن الرضاعة وتأثيرها على التأهيل مع الدكتورة رقية الشطي. حياك الله دكتورة. الله يحييك، مشكورة. طبعا دكتورة، نبي نتكلم اليوم عن التأهيل ما بعد الولادة. يمكن في وايد ناس ما عندهم يعني ما عندهم فكرة عن الموضوع هذا، ما عندهم فكرة شنو أنتم ممكن تقدمون لهم، وما يدرون شلون الرضاعة ممكن تساعد هالشيء، فممكن تكلمينا أكثر عن هالموضوع؟ للتأهيل بعد الولادة الرضاعة الطبيعية تلعب دور وايد كبير، فدائما لما ندش الأجنحة على الأمهات اللي توهم والدين نقول لهم ضروري تستمرون على الرضاعة الطبيعية لسببين. في أسباب تخص الطفل ما راح نتعرض لها الحين، لكن في أسباب ثانية تخص الأم ومتعلقة بالأم نفسها، وإحنا بالنسبة لصحة المرأة نهتم بالأم أكثر من الطفل طبعا. صح. لأن هذا هو تخصصنا. صح. بنقدم يعني السيرفيس حق الأم. فليش إحنا نحرص على الرضاعة الطبيعية؟ أول شيء في ثلاث أسباب أساسية أو رئيسية. السبب الأول إن الرضاعة الطبيعية تقلل من البين سنسيتيفيتي اللي هو الإحساس بالألم. فالأم بعد الولادة إحنا كلنا ندري لابد إن في آلام معينة تحس فيها الأم، فالرضاعة سبحان الله تقلل من الإحساس في هذه الآلام. الشيء الثاني، الرضاعة الطبيعية ممكن إن هي تزيد من الشد اللي قاعد يصير في الرحم. ليش؟ لأن بعد الولادة إحنا شنو اللي سبب الولادة؟ في هرمون أساسي اللي هو هرمون الأكسيتوسين. هذا الهرمون بعد الولادة ممكن أهو ينزل. صح. مع الرضاعة الطبيعية يستمر هذا الهرمون يكون مستواه عالي، وهذا الهرمون هو الهرمون الأساسي المسؤول عن انقباضات الرحم. فدائما إحنا نقول لهم بعد الولادة بدال لا تروحون حق ردادات أو نسوي أشياء ممكن تضر جسم المرأة، استمروا على الرضاعة الطبيعية بس ممكن يرد الرحم إلى حجمه اللي كان ما قبل الحمل إذا استمريتوا بالرضاعة الطبيعية. النقطة الثالثة والنقطة اللي هم وايد نشجعها إن الرضاعة الطبيعية تقلل من الأنكزايتي أو إحنا نقول التوتر وتقلل من الدبريشن الاكتئاب. فلما أنا أي بعطي الأم نصائح ما بعد الولادة من تمارين وأنشطة تسويها، إذا الأم مكتئبة أو متضايقة ما راح تسوي ولا شيء من اللي إحنا نقول لها إياه. فنشجعها نقول لها بليز استمر بالرضاعة الطبيعية لأن راح تساعدين ثلاث جوانب بجسمك مهمة وايد. طبعا في أشياء ثانية بس هذين الثلاث الأساسية اللي نشجع الأمهات فيهم إنهم يستمرون على الرضاعة الطبيعية أقل شيء 6 شهور. فمفيدة لعضلاتهم، مفيدة لنفسياتهم، فيعني دائما يمكن كل التخصصات يأيدون أن الرضاعة الطبيعية هي طريقة الأنسب للطفل وللأم. زين، طبعا الأم خصوصا بأول الأشهر تقعد تقريبا كل ساعتين من 20 دقيقة إلى نص ساعة، فأكيد في وضعيات معينة المفروض أنها هي تلتزم فيها على أساس أنها تخفف عوار الكتف، عوار الظهر، عوار الرقبة اللي ممكن ينتج. فدكتورة رقية قولي لنا شنو الأوضاع اللي المفروض أنها هي تقعد فيها، وشنو الوضعيات اللي المفروض تتجنبها عشان تتفادى الآلم هذه؟ سؤالك وايد حلو، وإحنا وايد نشجع الأمهات لأن وضعيات الرضاعة الطبيعية الأم راح تأخذها لفترة طويلة. إحنا نقول أغلب تقريبا أو أول 4 إلى 6 شهور الأم فقط معتمدة على الرضاعة الطبيعية مع ولدها. صح. فراح تاخذ وضعيه كل ساعتين وتستمر هذه الوضعيه لمده نفس ما قلتي نص ساعه. فالاشياء اللي نحرص عليها ونحرص كل ام انها هي تركز عليهم لما تكون مثلا قاعده
تحاول تكون قاعدة نوريهم خلينا نوريهم أحسن. خلينا نقول إن أنا الحين الأم راح أكون لما أكون قاعدة في ثلاث أشياء مهمة إن هي تلاحظها. أول شيء ريلها تكون ثابتة على الأرض، مرات إحنا نكون قاعدين على قنفة أو على سوفا تكون مرتفعة فالريل صح. تكون معلقة أيه. مجرد إن الريل تتعلق ما تكون ثابتة على الأرض الظهر راح ينحني وهذا الشيء راح يسبب لنا آلام بالشد في أفس وفي أعلى الظهر فنحاول أو في الرقبة فنحاول كثر ما نقدر إن الريل تكون ثابتة لازم إذا ما تطول الأرض حطوا لكم بنش تحتكم عشان الريل تكون ثابتة. النقطة الثانية الظهر يكون مستند. إذا كذي مايل وأنتم مو مرتاحين ممكن تحطون كوشن وراكم بس ضروري إن الظهر هم يكون ثابت على السطح. الشيء النقطة الثالثة والمهمة دائما إحنا نقول خلوا البيبي ارتفاعه مناسب أو رفع الصدر إلى نرفع البيبي إلى مستوى الصدر ما تنزل للأم لأن كل ما تنزل ممكن يسبب لها ألم في أعلى الظهر. طبعا. فممكن تستفيد من الكوشنز الخاصين. في حق الرضاعة الطبيعية أو أي مخدة عندها أهم شيء إنه ترفع البيبي إلى مستواها. شنو يصير أحياناً لما ما نستخدم أنا مخدة أو أي شيء يسندني إن الأم تقعد وتشيل البيبي طول الوقت صح. فلما تشيله أنت ممكن تشوفون الحين أنا بدقيقة إن جت في ساعد لفوق أيوة. وهذا الشيء مع الوقت أي إنسان يقدر يسوي هالحركة نص ساعة كل ساعتين أكيد راح يعاني من آلام خلال هذه الفترة صح. فعشان تتجنبها تكون بوضعية ريلاكس قاعدة في سبورت البيبي مرتفع لمستواها المستوى المناسب والريل ثابتة على الأرض. ممتاز نصائح ممتازة وأتوقع بالطريقة هذه نشغل العضلات بطريقة صحية ونتفادى مثل ما قلتي الآلام اللي ممكن تصير مع الجلوس للرضاعة. أنا الحين بتكلم عن هذه بالنسبة حق الولادة الطبيعية بس بالنسبة حق الولادة القيصرية طبعا يكون في ألم بالجرح وكذي فهل هي في وضعيات معينة حق الأمهات اللي والدين قيصري؟ طبعا إيوه سؤالك وايد حلو. بالنسبة للوالدة القيصرية أول أيام هذه الوضعية تكون صعبة بالنسبة لها لأن وضعية القعدة شيء مستقيمة ممكن تزيد الضغط على الجرح نفسه فلي ننصح فيه الأمهات اللي والدين قيصري في أول أيام أن تأخذ البيبي يستخدمون وضعية يسمونها الفوتبول بوزيشن. شنو هي؟ يكون البيبي على on the side على الجنب تمسك بنفس مستوى مثل إذا هو على اليمين أمسكه بإيدي اليمين أثبت راسه بإيدي وبهذه الوضعية نخلي البيبي على الجنب فلما يكون بهالوضعية أنا أحتاج إني أنا أحط المخدة على الجنب وأرفع البيبي للجنب بكذي أنا مكان الجرح ما عليه ضغط صح. البيبي مرتاح وأنا قاعدة بوضعية وايد أحسن. أو في وضعية ثانية اللي هو تكون المريضة أو الأم نايمة على الجنب فلما تكون نايمة على الجنب بعد هذه الوضعية إحنا نأيد فيها الوالدة القيصري وحتى الطبيعي خلال وقت النوم لأن وقت النوم ما راح يقومون فأسهل لها أي هني لازم يراعون بس شيء واحد حجم أو ارتفاع البيبي بالنسبة لهم أحياناً يحتاجون أنهم يحطون إيدهم تحت البيبي عشان يرفعونه لمستواهم أو يحطون مخدة تحتهم على حسب كل أم واللي تشوفها مناسب فدائماً التركيز أن البيبي يكون بمستوى مناسب على أساس أنه هو يقدر أنه يرضع بطريقة سليمة وبنفس الوقت هي تحمي جسمها أي ومهم وايد أن الأم تلاحظ جسدها لأن أنا دائماً أقول لهم إحنا يعني كأمهات نتعب وايد والرضاعة كل ساعتين أنا صح. أقدر وضعهم أدري أن هي متعبة وصعب أن أنا أخذ وضعية معينة أو ألاحظ شنو وضعيتي فأقول لهم دائماً زهبوا مكان الرضاعة خلوه مناسب لكم خلوا مخدر مداركم خلوكم أنتوا زاهبين اللي ما تقدر مثلاً ريلها معلقة خترفعها على القنفة إذا كانت على القنفة هذا أحسن من ما أنها تأخذ وضعية مو زينة لأن بعدين راح أضمن أن هي راح تي لنا عياداتنا بالضبط. وتعاني من الآلام فتركز على هالموضوع من البداية عشان ما يصير في عندها مشاكل عقب الرضاعة صح يعطيك العافية دكتورة رقية مشكورة وايد على المعلومات المفيدة. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية فقرتنا تابعونا بالفقرات الجاية من برنامج كلام دكاترة. في فقرتنا هذه راح نتكلم عن أشياء تهم الحوامل والمقبلات على الولادة مع ضيفتنا من ذا كلينك دكتورة إيمان الصايغ اختصاصي نساء ولادة ونشكر ذا كلينك على رعايتهم هذه الفقرة. نرحب في ضيفتنا دكتورة إيمان مشكورة وايد على قبول دعوتنا لوجودك في كلام دكاترة. أهلا وسهلا فيكم مشكورين على الاستضافة تسلمون. دكتورة إيمان أنا أحب أقول إن هي على فكرة عندها أحد التخصصات النادرة جدا. دكتورة قولي لنا عن هذا التخصص وأهميته. فأنا تخصصي طبعا نساء ولادة ومتفرع منه كذا تخصص. أنا تخصصي طب الأم والجنين وهذا التخصص يعني
يهتم في الأم الحامل اللي عندها مشاكل صحية، أمراض مزمنة، سكر، ضغط، الذئبة، مرض الصرع وأمراض ثانية مختلفة، فتكون على أدوية مثلاً وايد، أدوية كومبلكس أو معقدة، تكون أدوية معقدة، تكون أدوية إحنا ندري إن احتمال تكون خطرة، فمثلاً تحتاج تغيرها أو تحتاج تضل عليها، ما عندنا تشويس ثاني، فنضطر نتابع الجنين ونتأكد إنه ما يصير له مشاكل. وممكن تكون الأم سليمة وما عندها شيء، بس البيبي نكتشف انه هو عنده مشكله خلال السونارات او من تاريخها الطبي، ان هي عندها تاريخ طبي ان مثلا عندهم امراض جينيه متوارثه هي وزوجها، فنحتاج احنا نتابع البيبي او نشخص البيبي وهو داخل الرحم ان مثلا اذا عنده مرض جيني او مشكله. وايضا نقوم بعمليات معينه للاجنه وهم داخل الرحم، ايضا مثال لانقاذ الحياه اذا يحتاجون نقل دم لان عندهم انيميا وهذا الشيء ممكن يخلي البيبي يتعب ويتوفى داخل البطن، او نقل صفائح دم مثلا، او اللي عندهم مشكله في المسالك البوليه يحتاجون نحط مثل بربيش داخلي او اللي هو ستنت، ففي اجراءات هم احنا نسويها، فالتخصص يشمل كل هذه الاشياء. دكتورة اليوم نبي نتكلم عن مواضيع شوية مختلفة، يعني المشاهدين ما اعتادوا عليها، وموضوع جدا مهم حابة أن نبتدي فيه النقاش. نبي نتكلم دكتورة عن الرضاعة الطبيعية، ممكن تكلمينا شوية عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها؟ يعني صح، هو الرضاعة الطبيعية فعلا مو شيء يسهل أول الأيام، فيعني الأم لازم تكون عارفة هذا الشيء، ولكن لازم تكون توازن الأمور أن الفائدة والأشياء الحلوة أكثر من التعب اللي فيه. لما تبدي كذي تكون واقعية أكثر فتنجح العلاقة هذه. حبيت هذه المعلومة دكتورة. تدرين شيء؟ إن دائماً هم بالرضاعة الطبيعية يبينون إن الحياة وردية، لكن أنا حبيت هالنقطة اللي قلتيها إنه ترى مو حياة وردية 100%، بس في البداية راح تكون في صعوبة. أول شيء خلينا نقول الفوائد حق الأم اللي عشان الأم تتشجع إنها ترضع. طبعاً الرضاعة الطبيعية تخلي الأم تفرز هرمونين جداً مهمين، أوكسيتوسين وبرولاكتين، يساعدون على إنه يخلون الأم تحس بطمئنان، يخلون الأم تحس إن في العلاقة بينها وبين البيبي يصير بوند أكثر، التصاق أكثر، أمومة أكثر، راحة أكثر. أكيد الحين بعض الناس اللي قاعد يشوفوني بعضهم يقول عاد بالعكس تكون الأم متوترة وتعب، فعلا أول الأوقات، بس أكيد في أمهات اللي قاعد يشوفوني فاهمين قصدي، في إحساس بالبوند وإحساس بالراحة بالرضاعة، يعني بالراحة وهي ترضع مع الوقت، لما خلاص صار في التقام صح، عرفت الطريقة، راح تحس أكو راحة وأكو علاقة هي تتشفق لها لما البيبي حين وقت رضاعته. هذه أول شيء. وبعدين أقول شيء دكتورة عن هذه الملاحظة، إن الأمهات اللي يبون يوقفون رضاعة عقب فترة ما يقدرون صح يصير ويبتشون ينهارون. بالضبط فعلا أنها علاقة ترى جدا حميمة، يعني وكل الأمهات يشتاقوا لها، وأصلا الأمهات اللي يشتاقون ساعات حق الحمل والولادة يشتاقون حتى حق الرضاعة. فالحين عندنا شيء لازم نتكلم فيه، سالفة يعني الولادة أو تحريض الولادة، قاعدة أشوف معاك شايبة معاك أشياء تشرحين لنا شلون طريقة تحريض الولادة. بالضبط، أوكي. طبعا أنا مسوية فيديو بالإنستغرام مالي، ممكن يشوفونه إذا يحسون أنه أوضح، بس أبي أقرب شوية عند المعدات. إحنا لما نتكلم عن تحريض الولادة أنا بس جبت هذا كمثال على الرحم، طبعا الرحم يكون وايد أكبر، بس just an example، هذا الرحم والبالون اللي داخل لونها برتقالي رأس البيبي، وعنق الرحم عادة عند المرأة يكون طويل أوكي ويكون عرض وأيضا يكون مسكر، ففي كذا شيء إحنا حزة اللي تي المرأة غرفة أو الطوارئ أو غرفة الولادة نبي نولدها، لازم نفحص ونقرر شنو الأنواع اللي راح نستخدمها. طبعا في حريميون أوريدي هم بطلق وهذيل جايين جاهزين يدخلون يولدون أوكي، حتى هذيل ترى ساعات الطلق نفسها يبرد أو يوقف، في نوع من التحريض هم احنا نستخدمه عشان نحمي الطلق ونعطيهم اياه، اللي هي هرمون الاوكسيتوسين اوكي. وهو يكون عاده في دواء كذي الجرعه ياخذونها ويحطونها مع السائل اللي يحطونه بالوريد، وهذا راح يخلي الطلق يحمى. هذا حق المرأة العادية اللي تدخل غرفة الولادة وهي اوريدي عندها طلق اوكي. بس لا، في عندك جزء يعني ناس معينة اصلا ما يها طلق، توصل 39 40 اسبوع، تخلص التاسع وللحين هذه بعد ما نفحص رحمها اذا مسكر وعرض وللحين يحتاج هيئه،
في طريقتين. في طريقة اللي هي البربيش، ترى هذا البربيش هو اللي يستخدمونه نفسه حق المثانة لما نبي المثانة. أوكي. فهذا البربيش راح ينحط داخل عنق الرحم، طبعا عنق الرحم هو تانل، أوكي، في باب خارجي أو فتحة خارجية وفتحة داخلية. إحنا طبعا نحاول نوصله إلى الفتحة الداخلية بحيث أنه يوصل لتحت رأس البيبي. بعدين لما يكون بالموقع الصح تشوفون بالنهاية هني داخل الربر أكو بالون، أوكي، فإحنا راح نترسها وتشوفونها تنتفخ. عادة إحنا نمليها بين 30 إلى 60 ملي، أوكي، وطبعا الظل داخل عنق الرحم. شنو الفائدة منها؟ أول شيء ميكانيكال، توسعة لعنق الرحم. الشيء الثاني، هذه التوسعة تساعد عنق الرحم نفسه أنه ينتج مواد اسمها بروستاغلاندينز، هرمونات بالضبط، راح تساعد نفسها عنق الرحم الأنسجة اللي فيه تلين، تضعف، أصلاً يخلي أن الطلق ممكن إيه. مع الوقت من يتوسع عنق الرحم بعد الأكشن اللي صار، طبعاً نخلي هذا الفولي كاثتر نخليه 24 ساعة. طبعا الحين هي انفشت لأن أنا وهني لازم تكون يعني مستلقية تماما، بالضبط يعني بالضبط متاحة. هي مستلقية، لا تقدر تتحرك فيه، تقدر لا 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 تقدر تتحرك عادي، ممكن تروح الحمام إذا إحنا مو حاطين لها بربيش ومو ماخذة إبرة الظهر، فهي راح تظل كذي. أوكي، وإحنا شو نسوي؟ هذا داخل وهذا برا، وهذا نلصقه على فخذها. أوكي. وحتى يكون عامل pressure، يعني نسوي إحنا نحط pressure أو يعني نيره بحيث إنه هو يظل كأنه يسحب. قاعد يسحب. ففي ناس بعد خلينا نقول 6 ساعات 7 ساعات تي النيرس تقول مثلاً طلع، أو الأم تحس أكو ضغط فيكون طلع من داخل عنق الرحم ليه قاعد في المهبل. أو قاعد برا كلش، فنقول عرفنا أكيد خلاص الحين عنق الرحم توسع. صح. لأن هالبالونة طلعت، كانت قبل داخل أنا كان مسكر عليها هذه القناة، فكأنه دليل على أنها قربت الولادة. بالضبط، فنفحصها ونكتشف أنها هي سنتين مثلا أو 3، طبعا على حسب كل مرة. فهذا نوع من الأنواع. أوكي، إحنا ممكن نستخدم هذا النوع بروحه، ممكن نستخدم هذا النوع أيضا مع النوع الحين الثاني اللي هو نفس شلون مساعك إنه قاعدين نقول في هرمون الجسم من نفسه يفرزه لما نحط البالون. أيضا عندنا أدوية مصنوعة نفس هذا الهرمون اسمه بروستاغلاندينز، فإيون مختلف الابليكيشنز، يعني إيون كحبة، إيون كجل، إيون كتحميلة، أو إيون كشريطة نفس هذه. طبعا هذه الشريطة عشان بس تساعدنا نقدر نيره، لأن طبعا الحبة تذوب، التحميلة تذوب، الجل يذوب. هذا النوعية مسوينها بحيث أن نقدر نشيله، لنفترض إذا ما احتجناه أو حسينا البيبي مثلا قاعد يتعب لأنه قاعد يصير وايد طلق من هالهرمون. ترى الهرمون بس موجود في هذا خلينا نقول 3 to 2 سنتيمتر، فهم يظل تحت عنق الرحم. طبعا لاحظوا ان كل هذه الاجهزه ترى تكون قاعد تشتغل على عنق الرحم، لان احنا قاعد نتكلم عن اللي جايه مو مفتوح عنق الرحم، عنق الرحم عرض، عنق الرحم طويل، عنق الرحم مسكر. فهذه كلها عشان شيء احنا نسميه تحريض الولاده. اوكي، فهذه الطريقه الثانيه، فهذه له طريقتين. بعدين عندنا ان لما تكون الوحده اوريدي جايه خلينا نقول 2 سنتي، هي نوعا ما تحتاج تحريض لانها مو 4 أو 5، مو اكتف فيز. احنا نقول الوحده بالمرحله المتطوره او الاكتف لما تكون عاده بعد الـ4 ويكون في طلق. ففي بين العرض والمسكر واللي كلش توها باديه وبين الاكتف، في هذه اللي بالنص اللي هي سنتيين للحين ما تحتاج هذيلا، اصلا البالونه ما راح تظل لانه اوريدي عنق الرحم مفتوح. ايه. ويمكن مثلا عنق الرحم ضعيف ومتهيئ نوعا ما، فما نبي نحط هذا الدواء. هذه المره ممكن ان احنا نفتح الماي الامنيوسي اللي موجود، لان ايضا فتح الماي الامنيوسي فيه الهرمونات نفسها اللي ايضا راح تساعد الام ان يجيها طلق، تتقدم ان عنق الرحم ينفتح زياده بالضبط. فاجن بالفحص الداخلي الدكتور يدخل، هذه في تب هني صغير شويه شارب مو وايد، بيسكلي يو كان سي ات بعدها بالفيديو عندي، ان نروح ونفتح الغشاء هذا فينزل الماي، وهذا هم راح يسرع.
بعدين الطريقة الأخيرة اللي توني قلتها مساعة، اللي حتى ساعات نستخدمهم حق الياين وطلقهم يبرد فجأة بالنص، اللي هو نحط هذا الدول أوكسيتوسن داخل السائل وعاد يمشي السائل ويعطيها طلق، ونزيد الجرعة على حسب الطلق. احنا دائما نحاول ان يكون عندها 4 contractions، تطلق 4 مرات بعشر دقائق، هذا الهدف مالنا. طبعا نشكر دكتورة إيمان الصايق لوجودك اليوم معنا، مشكورة ما قصرتي على المعلومات والشرح العجيب، الصراحة اندمجنا أنا ودكتورة نور. حبايبي انتم. ونشكر عيادة ذا كلينك لرعايتهم لهذه الفقرة، ونشوفكم في فقرات ثانية من برنامج كلام دكاترة. في فقرة أكل صح اليوم بنتكلم عن الأغذية المهمة حق المرضعة. ليش احنا نبي نتكلم عنها؟ على أساس ان احنا نحافظ على صحة الطفل والأم. الحين احنا نبي نشوف شنو هي الأشياء اللي انت حطت لنا اياهم الحين اللي هي مفيدة حق المرأة المرضعة. بأول شيء راح أتكلم عن الأشياء اللي نفضل إن نشيلها من أغذية المرأة. عندك الصحن هناك. أي نعم. اللي هو الملفوف أو اللهانة، البصل، الثوم، والقرنبيط، وحتى البروكلي. مع أن البروكلي وايد مفيد وكل هذه الأغذية مفيدة، ولكن هذه الأغذية ممكن إن عن طريق الرضاعة الطبيعية تنتقل للطفل وتسوي له غازات. في شغلة نور وايد مهمة دائما الأمهات، وإحنا بالفقرة ضمان سمعنا أن الأمهات يخافون من موضوع الرضاعة الطبيعية، وعندهم دائما معتقد أن الطفل ما يشبع. يعني ما تتخيلين أن معدة الطفل إش كثر صغيرة من لما ينولد. اليوم الأول تكون معدة الطفل بحجم الكرزة الكبيرة. أوكي. أو كرزتين صغار. لا ما عندنا كرز. اليوم الثالث تكبر تصير بحجم الجوزة. يعني هالكبر تقريبا. الأسبوع الأول تصير حجم المشمشة. فشوف إش كثر صغيرة، بالشهر يصير حجمها حجم البيضة الكبيرة. فأعتقد أن هذه الأحجام ما تحتاج كميات كبيرة من الأكل أن يتغذى عليها الطفل. إحنا كنا نبي نتكلم عن الأغذية المفيدة للرضاعة أو للمرضعة، فإحنا قاعدين نشوف هنا وايد أكلات، وبعد وجد راح تسوي لنا وصفة وايد حلوة. نعم. فأول شيء قولي لي عن الأشياء المفيدة. أنا راح أقول أول شغلة الخضروات. خلينا نمسكها على أساس أن يشوفون. أنا حطيت أكثر الخضروات الغامجة على أساس أنه وتسهل. وبعدين شغلة ثانية نور، بعد الولادة الأم تتعرض إلى موضوع الإمساك. الورقيات والألياف تساعد على موضوع أن هذه المشكلة تخف عندها. فالأكل الغني بالألياف، وأنا قاعدة أشوف هنا بعد عندنا الشوفان. الشوفان من أكثر الأمور اللي مهمة في هذه المرحلة، لأنه الشوفان فيها، خلينا نرفع، أنا عندي هذه حق الوصفة. الشوفان فيها البيتا جلوكان اللي هي تساعد على إدرار الحليب، ومثل ما قلنا فيها ألياف عالية. من الأمور الثانية اللي مهمة بس فيها سعرات حرارية كثيرة ولكن تساعد على إدرار الحليب، اللي هو الرهش. الرهش جدا لذيذ. إنزين. سويت. فإحنا ما نأخذ منه كمية كبيرة. الأشخاص اللي ما يحبونه ممكن يستبدلونه بالسمسم، لأنه هو مثل ما تقولين من السمسم ورطب ومع الهردة. يعني ممكن الرطب مع الهردة. أهم الرطب والتمر وايد مفيد ويساعد على إدرار الحليب. عندنا أنا سويت هنا شاي المورينجا. المورينجا نبتة وايد مفيدة وفيها العديد من الفيتامينات والمعادن اللي حتى هي تكون مهدئة. فإحنا شنو نسوي؟ نسوي الشاي المورينجا وما في كافيين، فإحنا ناخذه للتهدئة، وأيضا أثبت بجدارة أنه هو مدير جيد للحليب. وما مثل ما أقول أن إحنا الأم محتاجة سوائل بهذه الفترة. إذا ما تحب تشرب ماء ممكن تشرب سوائل أخرى. يعني أنا أحس أن هذا يمكن بدال الحلبة، ممكن يكون بديل الحلبة، ممكن يكون بديل للحلبة، خاصة للناس اللي ما تحب ريحتها. أي. ولكن الحلبة عالميا اثبتت فوائدها، هي موجوده في كل المنتجات تقريبا الخاصه في الرضاعه الطبيعيه. لاحظنا انه يحطونها حتى في البسكوت. صحيح. يحطونها بالبسكوت مال الرضاعه. وافضل طريقه ان احنا نسوي
فيها ان نجيب قفشه من الحلبه وننقعها بالماء من بالليل، خلي يكون ماء دافي يعني بدل نغليها افضل، لان دائما اي نور اي ماده طياره اللي فيها انت تستفيدين من الريحه مالتها ومن المواد الطياره اللي فيها لازم تحطينها وتغطينها، مو تغلينها، يعني ماء حار وتغطينها على اساس اي ابخره تطلع ترد تنزل مره ثانيه. يعني معناته ان احنا محتاجين هذه الدهون الطياره مثل نعم. ما انت قلتي، فعشان ما نفقدها نستخدم هذه الطريقه، وممكن فكرة. ثاني يوم نشربها صح ان هي ممكن تأذي بالريحة مالتها، ولكن هي حتى مفيدة للعظم والعضلات في هذه الفترة. وهني الاستخدام الحلبة هني طبعا على حسب جسمك، لأن في الغالب في أول كم أسبوع من بعد الولادة يكون إدرار الحليب مناسب حق الطفل نعم. فهني ما يكون في مثلا انتفاخ في الثدي أو تجمع حليب في الثدي، فيبتدي بعدين فهني تحس بانزعاج، فممكن في هذه الفترة اللي تكون فيها متورم الثدي نعم. شوية تبتعد عن الحلبة. تبتعد صحيح على أساس لا يصير إدرار أكثر. هذا الشيء ممكن استخدام كمان نعم. وممكن أيضا عمليات الشفط للحليب إذا كان الثدي ممتلئ بالحليب، وحتى شفط الحليب يؤدي إلى أنه يدر أكثر الصدر. معلومات جميلة. الكثير من المنتجات اللي نشوفها جاهزة، يعني اللي الأشخاص أسهل وممكن أنك تكوني أنت عندك طلعة سريعة وأنت محتاجة شيء أو محتاجة شيء حلو. عندنا مثلا مثل الكوكيز اللي بالشوفان وبالتمر وفي مكسرات وفي حلبة، فهذا ممكن أنه ياخذونه. الحين راح نسوي الشوفان اللي أنا دائما أقول نور الشوفان صديقي، أنا مسوية كنت من أمس اللي هو الشوفان اللي تخلينا طول الليل، ودائما حاولوا أنكم تستخدمون الشوفان اللي هو الستيل كات الكامل. وأنا ليش أحطه بالحليب من بالليل أو حليب سواء حليب العادي أو الحليب النباتي طبعاً. وبالثلاجة تخلينا بالثلاجة وزدت عليه، إحنا راح نسوي الحين مع المشاهدين عشان يشوفونه نحط تقريبا ربع على حسب الحاجة، إذا أنت تبين تسوينه كل يوم ممكن تحطين تقريبا ربع كوب من الشوفان، فنحط الشوفان ربع نعم. كوب الشوفان ونحط وبعدين حليب ناخذ حليب أي نوع من أنواع الحليب أنا في ناس ما يستخدمون الحليب صح بالعادي الحليب ممكن يكون اللاكتوز فري حليب الصويا حليب اللوز أي نوع من أنواع الحليب، وتقريبا نغطي فيه الشوفان لفوق، ما نكثر على أساس إنه لا يصير الشوفان وايد، ما نحط عليه أي شيء سويت بلا يعني نحط عسل. عليه أنا أحط بحط عسل، وتقدرين تحطين فيه قطع من التمر أو ممكن البلوبريز، لا ما راح نحط البلوبري، راح أحط البلوبري فوق وممكن نحط طبعا إذا حابين نثقنا أكثر ممكن إحنا نحط اللي هو أنا قاعدة أشوف دارسين. دارسين طبعا الدارسين جدا جدا مفيد للمرأة الوالدة. ممكن ترى نحط معاه دارسين أتوقع راح يطلع. طبعا إحنا أنا أحط دارسين معاه وأزينه، ومثل ما قلنا الفانيليا والشيا سيد. الشيا سيد جدا مفيدة، أليافها عالية، وأيضا نور تساعدنا بعملية الهضم، خاصة قلت إنه ممكن يصير في خلل بشوية بالجهاز الهضمي هذه الفترة، ونحرك نحركه عشان ينخلط، والفانيليا مثل ما قلت لك تحطينه ما يبي له أي شيء، وإذا تبينه كحلو ممكن إنك أنت تحطين له الكاكاو ويخليك حلو. أنا عندي هذه الكمية اللي هني اللي سويناها أمس. حتى ممكن استبدال الستيل كات اوتس او يعني الشوفان مو شرط يكون كامل نفس هذا، ممكن تستخدمون الشوفان السريع التحضير نعم. لان هم له استخدامات ثانيه بعد، تدرين ان الحين بعد الشوفان السريع التحضير قاموا يسوون منه هريس الهريس وليريش لانه اسهل واسرع اللي نحط معه البلوبري او اي نوع من انواع الفاكهه اللي هي تحبها وتفضلها، جدا غني في مضادات الاكسده طبعا كثر من الالوان، انا وايد حابه استخدام الالوان هني، انا راح احط الاخضر وهني عندك البلوبيريز، راح احط المكسرات اي نوع من انواع المكسرات اللي انتم تفضلونها، وراح احط معه الدارسين، وكذي راح يصير عندنا وجبه كامله نور مشبعه
تسوي إدرار للحليب وايد مفيدة لموضوع مثل ما قلنا الإمساك، فيها مضادات أكسدة، شكلها لذيذ صراحة، فيها الدهون الجيدة من المكسرات، وايد مفيدة وراح تشبع، وخاصة للسيدات اللي هم خايفين، للسيدات اللي هم خايفين على وزنهم. مثل ما قلنا دائما الشوفان يقلل من موضوع زيادة الوزن ويشبع. وأي شيء أنت تحبين تحطينه، أي مطيبات أنت تحبين تحطينها، ممكن أنك أنت تاخذينها. وأنا وايد أحب موضوع اللي هو الدارسين، وفي أكلة نكهة الدارسين قوية. نعم وايد هذا حتى اللي ممرضعة عادي تأكله، لأنه ممكن أنت تأكلينه طبعا، فجدا مفيد، وصفة رائعة جدا، مشكورة وايد واجد على هالوصفة، وسريعة طبعا، سريعة. وفي وصفة وايد سهلة بس هم تعطي سعرات حرارية ومفيدة وايد، اللي هو العيش المطحون، نحط معه شوية سكر ودارسين ونقليه على النار وبعدين نحطه ونحط عليه المكسرات. جدا وصفة مفيدة للمرأة الوالدة. وصفات كثيرة موجودة حق المرأة المرضعة، المفروض واجد تكتبين كتاب على فكرة إن شاء الله. مشكورة وايد ونشكركم على مشاهدتكم برنامج كلام دكاترة، تابعونا في الحلقات القادمة.